بالوقت الذي تبحث البلدان عن الفرص الاقتصادية المتمثلة بالمشاريع الاقتصادية الموفرة لفرص العمل سواء للشباب والطاقات العاملة أو توفير البضائع التي من شأنها أن ترفد وتنعش الأسواق، نجد أنه اليوم بمحافظة كركوك هناك إغلاق لأكبر المولات. هذا المول يبحث الآن عن دعم حكومي لأنه يدفع سنويا مبلغا معينا، بالتالي أنا من وجهة نظري كمواطن وكمراقب أجد من الضروري أن يكون هناك دعم حكومي للمشاريع الاقتصادية التي تسهم بوجود فرص العمل للطاقات والأيدي العاملة بدلا من تكريسها فقط على القطاع العام.